في قلب غزة وبين أزقة الأحياء المدمرة يظهر كرمز للأمل والإبداع في ظل الحصار المستمر ونقص الموارد. وجد الصانع المبدع وسيلة لتحويل علب المساعدات المعدنية إلى ألعاب تسعد قلوب الأطفال بأدوات بسيطة وموهبة فريدة. يبدأ الحرفي المبدع بجمع العلب المعدنية الفارغة والتي عادة ما تكون مخصصة لحفظ المواد الغذائية المرسلة كمساعدات إنسانية، وبقليل من الخيال والكثير من الحرفية يعيد تشكيل هذه العلب إلى دمى وألعاب ملونة تضيء وجوه الأطفال بابتسامات عريضة. فلنشاهد هذا الشاب. آل الجمال في الروح عشان هي اللي بقية مهما هتعدي السنين. قلت الكمال انك تشوف نفسك جميلة بأي شكل في كل عين.